جد وشرفني بوجودك حبيبي عبدون. تسلم. اسالك شويه اسئله خفيفه. يلا بينا يلا بينا. في مونديال البيزنس اول كاس انا اتفرجت عليه. اول كاس انا اتفرجت عليه يمكن حضرت شويه كده طشاش كده 94 لكن مش فاكر كان عندي 10 سنين وقتها. حضرته ده بقى؟ لا 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 كنت في امريكا. انا كنت في امريكا حضرته. فكان يا دوب طشاش يعني. متهيألي 98 اول كاس عالم بدات اتفرج عليه يعني. طب ونسختك المفضله من كاس عالم؟ نسختي المفضله من كاس عالم قطر الحاليه بصراحه. انا شايف ان هي شايف ان هي منظمه وكويسه جدا. والنسخه اللي فاتت برضه من روسيا 2018 كانت مش 82 ولا 86. لا 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 ما حضرتهمش الحاجات دي ولا اتفرجت عليهم. لا لا خالص. اوكي. طب بتشجع مين البطوله دي؟ البطوله دي بشجع الارجنتين. ارجنتين؟ طيب مين يكسب البطوله؟ حاسس البرازيل يعني. البرازيل مركزين وفايقين يعني. يعني البرازيل لو لعبت الارجنتين في السيمي فاينل اللي هو السؤال الجاي. اتمنى الارجنتين تكسب بس يعني بس حاسس ان البرازيل افضل. اتوقع الناحيه الثانيه. اتوقع الناحيه الثانيه ممكن يبقى في البرتغال وفرنسا. يلعبوا السيمي فاينل. يعدي. فرنسا. يعني كده فرنسا ضد البرازيل. البرازيل في الفاينل. ده يعني عدد 98. انا اتضايقت جدا في الماتش. المفضل بشجع البرازيل في بجد؟ بشجع البرازيل على طول. زين الدين زيدان كان ليه كلمه ثانيه. تتوقع مين اللي يكسب؟ اتوقع يكسب المباراه في الفاينل يعني. اعتقد البرازيل يعني. البرازيل. طيب رايك في الماتش التاريخي اللي السعوديه عملته قدام الارجنتين؟ كان ماتش مفاجاه لينا كلنا طبعا. كانت قبل المباراه كان الناس بتقول السعوديه هتشيل من الارجنتين كتير خصوصا الارجنتين مرشحه انها تكسب البطوله. فاعتقد كان اداء مشرف بالنسبه للسعوديه والعرب كلهم بصراحه. كان اداء مشرف جدا. احسن جول في البطوله؟ احسن جول في البطوله. احلى جول في البطوله انا شايف جول بتاع الكاميرون فينسيت ابو بكر اللي عملها لوب من فوق الحارس. كان احلى جول السعوديه الثاني في الارجنتين. شايف فعلا. ده يعني ده في كره حواري يعني اللي هو شالها من فوق الجول والجول كان قريب منه. فاعتقد جول حلو يعني مع ان هو حتى ما احتفلش الحكم حتى بالاوفسايد. طب انت مع الفي ار ولا ضد الفي ار؟ لا في معاه طبعا. معاه طبعا. طبعا فعلا. حاجه زي كده ممكن حاجه بيحسبه تضيع علينا على اللعيب جول ممكن يدخل بيه بس برضه يعني. لسه برضه الفي ار مش بيحقق العداله. لا بس بنسبه كبيره يعني مفيش عداله مطلقه يا عبد. لازم دايما يبقى فيه شويه غلطات وشويه اخطاء لكن بالنسبه كبيره جدا لا الفار يعني بيحقق العداله بشكل كبير يعني. اوكي. طب موضوع الوقت الضايع ده برده حاجه كويسه طبعا. انا شايف ان هو ده حاجه صحيه. هو دلوقتي في قانون طلع ان هو الكره لو توقف اكتر من 30 ثانيه اللعب لو وقف اكتر من 30 ثانيه بتحسب الوقت الضايع. اعتقد ان ده فير لكل الفرق عشان كده بقى نشوف 9 دقائق و10 دقائق بالظبط. وده فير لكل الفرق بصراحه يعني. انا متفق معاك برده. طب جدو المدرب بقى تحب تمرن اني منتخب في كاس العالم ده؟ في اثنين بصراحه فرنسا والبرازيل عندهم الاثنين قايمه جامده جدا. انت وانت قاعد ممكن تحط اي 11 ممكن يلعبوا ويكسبوا. اصلا ماتشات البرازيل بتبقى شايف اصلا الملعب وبعد كده تبص على الدكه. طبعا فرقتين يعني رغم ان المنتخبين عندهم فرقتين يعني عندهم مواهب كتيره جدا. رونالدو ولا ميسي؟ رونالدو. رونالدو مش ميسي عشان ارجنتين. لا 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 رونالدو. انا بحب رونالدو من زمان جدا يعني. طب لو هتلعب مع حد فيهم مين؟ اكيد رونالدو يعني. رونالدو مش ميسي. وانا بجهز الاسئله تخيلت انك هتبقى عايز تلعب مع ميسي عشان يبقى بيعمل لك اسيستات كتير. لا مش مشكله رونالدو اللي حاول بيبطلوا هما الاثنين. انت اللي بتبطل تعمل له اسيستات. اعمل له مش مشكله. اعمل له مشاكل لو ما حطش جوان. لا اعمل له مش مشكله. هو حط الجون بشعره ولا ما حطوش بشعره؟ لا بشعره ده ما هو قال ان انا بستقبل امسها خلاص. الموضوع خلص. انت مقتنع ان هو طبعا. طب والقصه بقى بتاعت اديدس ونايك شايف؟ اعتقد ان هي فيها طبعا. لو كان السبونسر بتاع رونالدو اديدس مستحيل كانوا يطلعوا بين زي ده. فاكيد هم عشان بيضربوا من تحت لتحت يعني. متفق معاك برضه.